بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوزين بقى لما ندوس على الديليت ايه اللي يحصل؟ يحصل زي هنا كده، انا لما هديليت ايتم معين هيقول لي ديليت سكسس. طب الكلام ده يجي منين؟ من هنا اهو، ده سويت اليرت. سويت اليرت ده هتدخل على جيت هاب، سويت اليرت 2، سويت اليرت 2 رياكت كونتنت. اوكي، هتعمل انستريشن لما تعوز تعمل انستريشن، وبيقول لك والله دي طريقه ايه؟ طريقه الاستخدام، ان انت بتكتب الكلام ده. ولو انت عاوز تروح على الموقع الرسمي، هنشوف دلوقتي الموقع الرسمي عشان لو احنا عاوزين نعمل حاجه معينه. يقول لك والله لو انت عاوز تستخدم سويت اليرت هت امبورت وذ رياكت كونتنت، وبتستخدم الفاريبل اسمه مايس فولدر و او سويت اليرت يعني، بعد كده وذ رياكت كونتنت بالشكل ده. فتعالى ناخد الكود ده زي ما هو كده، لازم نعمله سويت اليرت اللي لازم نستخدمه عندنا. هنيجي هنا في الكاردو جي اس، عملنا امبورت، هنحط ايه ال with react content لو احنا عاوزين نعمل بيه حاجه. تقريبا احنا مش هنحتاج بيه حاجه، مش هنحتاج منه حاجه، لكن ادينا مع بعض. بيقول لك والله هتعمل مايس وول دوت فاير، تحط لي تايتل، وبعد كده تحط لي ايه شو دايالوج او وات ايفر انت هتعمل، هتفاير حاجه معينه عندك. مايس وول دوت فاير هنا بياخد كول باك فانكشن بالنسبه لنا، او ياخد فانكشن بيرنها الاول اسمها ديد اوبن دي، هل هو فتح ولا لا. احنا مش عاوزين الكلام ده، احنا عاوزين نروح على السويت اليرت نفسه، الموقع الرسمي بتاعه سويت اليرت دوت جيت هاب دوت اي او اهو. هات يا سيدي الانستليشن بشكل عام، وتعالى نشوف الشكل اللي احنا محتاجين نستخدمه ونشوف الكود بتاعه. انت ممكن تستخدم ده اهو، دي طريقته. هتيجي تقول له اني فول كان يوز مش عارف ايه اني كمبيوتر، اي احمق يقدر يستخدم الكمبيوتر. فاحنا هناخد دي بس كده، بس هنغير الكلام اللي موجود طبعا، ما نخليش بنفس الشكل. وتعالى نشوف هنعمل ايه بالظبط. ادي يا سيدي اهو، هنيجي هنا في الديليت، بعد ما يخلص ديليت نقول له كده، نقول له هنا ديليتد سكسس او ايتم ديليتد سكسس فولي بالشكل ده، بس كده. وكان الله بالسلامه. ادي سبول اهو اللي احنا عملناه، بس هنقول له ماي سبول بقى مش سبول. وطبعا ادي سبول، ادي ماي سبول، استخدم السبول ماشي. خلينا كده، هو هنا استخدم السبول على طول، فاحنا او سويت اليرت على طول. انا زي ما قلت لك مش محتاجين دي في حاجه خالص. وادي السبول بتاعتنا سويت اليرت اهي، بقول له هنا كده. وطبعا علامه التعجب عاوزه تدخل جوه، يقول لك انا زعلان. وذ رياكت كونتنت نو، مش محتاجينها خلاص 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 يا حاج، مش محتاجينها. وادي البيج تايتل. تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل معانا كده في الرياكت ابلكيشن بتاعنا. هنقول له ديليت، يقول لي ايتم ديليتد سكسسفولي، وده اللي احنا محتاجينه. دون عاوزين نعمل نفس الكونسبت فين؟ مع البرودكتس، لما يضيف ايتم للكارت بالشكل ده نحسسه ان في اكشن. دي حته يو اكس بحته، ما ينفعش انا ادوس كده واليوزر يعني يدوس كده وما يحسش ان الايتم اتضاف للكارت. عاوزين نظهر له برضه، تعالى ناخد نفس السويت اليرت ما فيش مشكله، او تاخد حاجه زي كده، او تاخد حاجه زي دي سكس. بيقول لك الايكون هنا هتظهر له شويه اللي هي الشكل ده، بص الشكل ده لطيف جدا. فاحنا ممكن نعمل الكلام ده، ناخد دي كده هناك. تعالى بقى نشوف ناخدها ازاي في الكومبوننت بتاعتنا. فين الكومبوننت اللي احنا بنضيف من خلالها في السنجل برودكت بتاعتنا؟ السنجل برودكت هي اللي فيها الكلام ده. طيب تعالى نشوف بقى، ادي الكونتنت بتاعنا هيبقى كده، محتاجين نمبورت السول. انت ممكن تقول له كده سول، هو عمل امبورت فوق اوتو امبورت تمام كده. قلت له فاير، طبعا هنقول له سكسس مش هنقول له ايرور. بعد كده تايتل اوبس، لا هنقول له تايتل بالنسبه لنا هيكون هنا كده ادد تو كارت بالشكل ده، مش محتاجين تكست ومش محتاجين فوتر كمان. اوكي تعال نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي لما نيجي هنا نقول له اد كارت، قال لي ادد تو كارت. طيب دلوقتي انت بتقول لي اد تو كارت، ولو عملت كده هتقول لي اد تو كارت، وبعد كده هتقول لي اد تو كارت. طبعا لو رحت للكارت هيجيب لي الايتمز، بس هيجيب لي كام ايتمز؟ شوف ضاف للمنتج الواحد اللي انا ضفته كام مره، المفروض يزود لي في الكوانتيتي بتاعته. يعني لو ضفت المنتج تاني، لو دوست عليه اد تو كارت تاني، يزود لي في الكوانتيتي بتاعته، لكن ما يضيفوليش تاني في الكارت. ده المنطق يعني، اوكي ده اللي المفروض يتم. فطب هنعمل الكلام ده ازاي؟ تاني حاجه، هو انا عندي كام ايتم في الكارت كده؟ في مشكله تقريبا، تعال نشوفها. كام ايتم في الكارت؟ مش المفروض ابقى عارف انا عندي كام ايتم في الكارت ولا لا؟ المفروض هنا ادي اد تو كارت اوكي، وادي اد تو كارت اوكي. تعال نروح كده للكارت، في اتنين، تعال نقول له ديليت، اه شغال زي الفل.
انا دلوقتي اصلا عندي كام ايتم في الكارت؟ مش المفروض جنب الكارت زي هنا كده في عندي حاجه كده، في عندي سبان او عندي بادج كده، البادج ده اظهر فيه كام ايتم عندي في الكارت؟ بنشوفها كتير في الويب سايتس. عاوزين نفعل دي، عاوزين نفعل انه لو المنتج موجود يزود عليه بالكوانتيتي لكن ما يضيفوش تاني للكارت بتاعتي. اشوفكم على خير في الفيديو القادم، ده اللي هنعمله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.